العربية المتحدة. من دبي الى بيروت الى كل العالم، بحييكم بتحيه رياضيه مشاهدي الام تي في ووان بنقلنا المباشر المستمر لدوري دبي ال 31 لكره السله من صاله مكتوم. فاز النشيد الوطني اللبناني بدايه لها المباراه اللي عم تشمع بيروت اليوم فريقنا فريق بيروت ضمن المجموعه الثانيه الاولى، مبارياته عم يخوضها امام النجم الرادسي بطل كاس والدوري بتونس، مباراه مهمه جدا بالنسبه لبيروت الفريق اللي كان حل وصيف بالعام الماضي وخسر امام الرياضي مع الكوتش مروان خليل. يلي كوتش مروان خليل يعني بإطلالة جديدة لبيروت لأنه يقدر يعوض تحديدا يعوض الخيبات اللي واجهته على الساحة الخارجية بالعام الماضي والعام اللي سبق، ولكن النجم الرادسي عم يقدر عبر أشرف قانوني يسجل أولى ثلاث نقاط له في المباراة. طبعا حدث مصيب بطولة الأندية العربية بالعام الماضي والنسخة يلي سبقتها ويلي استضافها طبعا على ملعبه فريق عنده بوتنشل كبير ولو أنه كان متوقف من فترة غير قصيرة عن التمارين. على كل حال بيروت جاهز مثل ما خبرني كوتش مروان خليل اليوم للمباراة وعم يبلش بتشكيلة بتضم علي مزهر، إلي رستم، باتريك بوعبود، جيرون جونسون، وديونتي هوكنز. رح نحكي أكثر عن تشكيلة بيروت، عن إمكانيات الفريق، عن نقاط القوة، عن نقاط الضعف إلى حد ما الموجودة طبعا بعد فترة التوقف اللي أثرت عليه مثل ما قلت بشكل كبير، فترة الجمود بالبطولة المحلية. كان في محاولة هون لباتريك بوعبود ما نجح انه يسجلها، بوزيشن عم تكون مع الفريق التونسي النجم الرادسي اشرف قانوني. النجم الرادسي يعني واحد من الفرق العريقة جدا بكرة السلة التونسية بالوقت يلي هون محاولة على الارك للنمبر 5 زياد الشنوفي ايضا عم يسجل عن خط ثلاث نقاط 6-0 ران اذا لبطل تونس وبطل دورة دبي بعام 2019. وصل إلى المباراة النهائية وواجه هومنتمن وقدر يفوز باللقب بأول إطلالة له بهالدورة الدولية اللي اعتدنا كل سنة تكون الفرق اللبنانية من الفرق المميزة فيها. بالوقت يلي جيرون جونسون عم يعمل أوفنسيف فاول، بداية سيئة لفريق بيروت بمواجهة فريقه لأيمن رزيق المدرب التونسي، مدرب شاب ايضا بيعرف فريقه كثير منيح، كان عم يقوده الى اللقب الرقم 13 له بكرة السلة التونسية. روتيشن سريع عم بتكون من الفريق التونسي، الامر الواضح انه جاهز بدنيا بشكل كثير كبير ايضا مع لاعبين اجنبيين هن انتون جريدي وكينغستي اوكورو، اللاعبين الامريكان بمواجهة جيرون جونسون ودياتي هوكز. اكيد اللاعبين بتعرفوهم بشكل كثير منيح، كانوا مع كوتش مروان خليل بالمتحد طرابلس وانتقلوا معه الى بيروت للدفاع عن الوان فريق العاصمه اللبنانيه ببطوله دبي الدوليه. جيرون جونسون لعلي مزهر، روتيشن ممتاز جدا لرستم بياخذ العتم وبيسجل لرستم اولى سلات الفريق اللبناني من رستم على الارك، رائع جدا يا الي. هيدي هي روتيشن السريعه المطلوبه، كيف لقى رستم على الويك سايد اخذ الاتم مثل ما عم نشوف بالريبلاي وقدر يسجل ببرود تعصاب نمبر 8. من جديد انتوني جريدي تحت السله بيطلع انتوني جريدي عم يسجل اوفنسيف ريباوند او ديفنسيف ريباوند عم بيكون لجيرون جونسون اللي عم يروح بالفاست بريك السريعه والترن اوفر على جيرون جونسون. يعني بقدر يسيطر على كرته جيرون جونسون. الحكم حسن حاجي الحكم البحريني يلي عم يقود المباراة إلى جانب الحكمين السوريان عامر السجلي وهيثم قوجة، كان عم يصحح الصافرة صافرة زميله وعم يقول بوزيشن رح تكون مع الفريق اللبناني مع الرستم. الرستم الجديد بياخذ اتمت مرة جديدة، حاضر حاضر الرستم بشكل كبير بياخذ الشوط الثاني عن 3 بوينتس وبسجلها 6 نقاط للرستم بهالأثناء. ممتاز جدا يلي عم يعمله إليه، محاولتين عن الارك عم يقدر يسجلهم انتوني جريدي. انتون بياخذ التسديد من المسافه المتوسطه وبيسدد ايضا وبيسجل انتوني جريدي. التقدم عم يرجع على فريق النجم الرادسي تونس وقت رستو بحاول يطرق السله بيطلع وبيسجل. الي رستو از اون فاير بالوقت الحالي ورجل الاستعراض والرجل الاول حاليا بفريق بيروت مع نقطته الثامنه، 8 نقاط للرقم 8 و8 نقاط لبيروت. ممتاز جدا يلي عم يعمله الي بالوقت الحالي.
راح يكون عنده ايضا محاوله على الفري ثرو لاين. اذا سجلها الي راح يعطي التقدم للمره الاولى لبيروت بهالمباراه بعد مرور 3 دقائق وست ثواني على صفره البدايه. الي رستم اذا على الفري ثرو لاين بياخذ المحاوله ما بسجل الي. تبقى الامور متعادله على النقطه الثامنه. اشرف كنوني هو يلي دائما عم يطلع الطابه من ناحيه الفريق التونسي بينقلها عند احمد تريمش. ايضا عمرو بوعلاق احمد تريمش هو اللي بياخذ المحاوله. ايربول هالمره بتروح لعند جيرون جونسون. جيرون جونسون سريع على ديونتي هوكن. صعب كثير يا جيرون، عم يتسرع كثير جيرون جونسون ببدايه المباراه، المفروض يكون مركز بشكل اكبر. كنتروله على الطابه منه بافضل حالاته لجيرون جونسون، لكن كلنا بنعرف جيرون قد ايه هو سكور ممتاز. سبق ايضا ودافع عن الوان المنتخب اللبناني ببطوله غرب اسيا بالاردن. على لو بوست انتون جريدي سنتر فريق النجم الراس التونسي بالثانيه الاخيره بياخذ المحاوله عمرو بوعلاق، لكنه ما بيسجل. فاصل ركز سريع بقول لجيرون جونسون. جيرون يلي بيروح وبيسجل ايضا محاولة جديدة عم يقدر يسجلها فريق بيروت هالمرة عبر جيرون جونسون. المحاولة من جديد للنجم الراسي التونسي زياد الشنوفي. فريق بيروت مستمرة مع جيرون جونسون ايضا يلي بيطلع بايده بشمال وبيسجل مرة جديدة. جيرون جونسون ممتازة جدا من جيرون جونسون. فجأة بيروت عم يصير متقدم بفارق 4 نقاط بعد تصافى الكوارتر الأول. باتريك وعبود كان عم يقطع الكرة. طبعا هالمجموعه بتضم الى جانب بيروت والنجم الراسي الاتحاد الحلبي السوري منتخب الامارات ومايتي سبورتس الفلبيني اللي كان فاز على منتخب الامارات 88-82. عمرو بوعلاق بينقل كرة لعند زياد الشنوفي. ايضا المحاوله تيرن اوفر جديد على فريق النجم الراسي. ممتاز جدا بيروت بلش يفرض حضوره على ارض الملعب، بلش يفرض شخصيته على ارض الملعب فريق بيروت. هون عم نشوف الاعاده. جود ديفنس كمل الي رستم اجبره لعمرو بوعلاق انه يعمل التيرن اوفر. تقدم 4 اذا لبيروت مع جيرون جونسون. جيرون بينقلها لعند رستم الي لباتريك بوعبود. بالوقت المان تو مان ديفنس عم يعملوا النجم الراسي التونسي عم يصعب الامور. مطلوب سكرين لجيرون جونسون اللي حاول يخترق، لك جيرون بياخذ اللعب من برا وبيسجل جيرون جونسون اول ثلاثيه لاله بالمباراه. ممتازه جدا من جيرون جونسون. 7 نقاط اذا لجيرون جونسون و8 نقاط لالي رستم. شوفوا جيرون جونسون كيف اخذ العتاب بقلب كبير من المسافه البعيده وسجل. 15-8 هي النتيجه، مش مثل ما عم تشوفوا امامكم على الشاشه. 15-8 التقدم لبيروت. ايضا حضور اليوم للجمهور اللبناني مثل ما كان الامر امبارح بمباراه الرياضي اللي كان عم بيفوز على الجامعه الامريكيه بدبي 96-78 باولى مبارياته بمشوار الدفاع عن اللقب. حضور الجمهور الرياضي كان لافت امبارح، اليوم طبعا الاعداد اقل لكن ايضا هناك حضور ومتابعه على مباراه بيروت مع جيرون جونسون. جيرون للرستم. الرستم صعب كثير يخترقوا بالوقت يلي عم يلعبوا دفاع مان تو مان كثير قاسي وكثير اجريسيف عم يكون النجم الراسي التونسي. ما هون ستيل محاوله لستيل كانت من علي مزهر ما بينجح فيها. زياد شنوفي لاشرف كنوني بلاي ميكر النجم الراسي مره جديده عم يعمل تيرن اوفر. الرستم هو يلي عم يطلع بالطابه. الرستم بقرر يخترق السله بيروح بايده اليمين ما بيسجل. الرستم يقدر يسجل الي رستم. الاعاده مره جديده هون. الخطا يلي حصل عليه الي رستم مره جديده راح يكون
موجود على الفري ثرو لاين. رستم بالمحاولة الأولى عم ينجح أن يسجلها. 9 نقاط لإلي. في حال سجل رح يكون أول لاعب يعمل دبل فيجرز بهالمباراة. إلي رستم بالفعل عم يقدر يسجل فري ثرو مرة جديدة. أصبح رصيده 10 نقاط إلي رستم. 17-8 هي النتيجة. التقدم لبيروت والتايم أوت بالوقت الحالي. لا مدرب النجم الرادسي التونسي أمين رزاق. We don't drive in traffic if you're trying to push the brake. We have 3 or 4 bars. So anybody can push the brake, avoid traffic because we can get it up quick. Make sure you're running your lane because you're gonna fight something. نسبة 75% بالفيلد جولز لبيروت ببداية المباراة بالكورتر الأول. نسبة جيدة جدا بالتأكيد. بحب أذكر أنه على وان بانتظار مباراة أخرى اليوم الساعة 7 بتوقيت بيروت. هوبس رح يواجه الوثبي السوري ضمن المجموعة الأولى بالوقت يلي النجم الرادسي حاليا بالروتيشن جديدة مع أشرف قنوني. 10 ثواني أمامه لتنفيذ الهجمة. زياد شنوفي بحاول يخترق بوصلها بطريقة حلوة كتير لعند عمرو بن علاق اللي ما بيقدر يسجل مرة جديدة. أو أحمد تريمش هيدا يلي ما قدر يسجل. دفاع بيروت عم بيكون أكثر من ممتاز بالوقت يلي في تبديل. نعيم ضيف الله عم يدخل إلى أرض الملعب مكانه لأحمد تريمش. أمين رزاق إذن عم يعمل تبديله الأول. ستارتينج فايف كان محتفظ فيهم بالوقت يلي علي مزهر ما بيقدر يسيطر على هالطابة. سايد بول راح تكون للفريق التونسي. أكيد تيمبو والريتم المباريات بيقدر يحصل عليه بيروت شوي شوي مع الوقت. ما ننسى أنه بيروت من وقتها بداية السنة الجديدة وبعد استلام المدرب مروان خليل قيادته ما قدر بيروت يخوض أي مباراة رسمية. وبالتأكيد هاي المباراة الأولى إذا فينا نقول الأكثر من جدية بالنسبة لمروان خليل يلي اكتفى بمباراة ودية مع الفرقة المشاركة بدورة دبي. طبعا على الصعيد المحلي عم بحكي عن الرياضي وهوبس. ضيف الله ايضا انتوني جريدي دائما بجرب يلاقي حاله على اللو بوست لياخذ الشوط. طبعا بيسجل مره جديده. الريباوند الدفاع على جيرون جونسون بوصلها لعند ديونتي هوكنز. ايضا ديونتي ما بينجح انه يسجل. انتوني جريدي هو يلي كان على الريباوند الهجومي او الريباوند الدفاع بالنسبه للفريق التونسي بالوقت يلي مروان زياده عم يتحضر للدخول من ناحيه الفريق اللبناني. زياد الشنوفي لانتوني جريدي مره جديده ومحاولة اختراق من عمر بوعلاق عم ينجح فيها. اخيرا عم يقدر النجم الرادسي يتخطى حاجز 8 نقاط. كان واقف عند النقطة الثامنة بالوقت يلي بيروت كان سجل 17 نقطة. الفارق 7 بالوقت الحالي بيروت. باتريك بوعبوط بياخذ الشوط ايضا عم بيسجل. الريباوند مرة جديدة لعمر بوعلاق والمحاولة ايضا والفاست بريك السريعة انتون جريدي عم ينجح انه يسجل مره جديده. تحت السله عم يكون مرتاح انتون جريدي عم يقدر يلاقي البوزيشن المناسبه ليطلع ويسجل ويقلص الفارق. الى 5 نقاط لكن جيرون جونسون سريعا عم بيعيد الفارق الى 9 او عم يعيد الفارق الى 7 بنقطه 9. المحاولات مره جديده. احمد تريمش محاولة أنتوني جريدي هالمرة من برات
الارك لكنه ما بيسجل. الريباوند كان لرستم، رستم 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 الي رستم. دائما دائما الي رستم عم يفتش على طريقه، عم يفتش على الطريقه المناسبه لانه يقدر يخترق، يدخل بالترافيك، يقدر يسجل بالوقت يلي جيرون جونسون مره جديده هو يلي عم يسجل، صار افضل مسجلي بيروت بهالاثناء بنقطه الرقم 11 جيرون جونسون. ممتاز جدا اللي عم يعمله جيرون جونسون، عم يقدر يلاقي الشوط، عم يقدر يلاقي سبيس المناسب لانه يسجل. احمد تريمش من جديد على المحاوله، هالمره نعيم ضيف الله هو يلي عم ينجح بالتسجيل للفريق التونسي. 3 بوينتس اذا لنعيم ضيف الله، لكن الفارق بيبقى 6 لمصلحه فريق بيروت بالوقت يلي علي مزهر عم يحاول يخترق، ما بيقدر يكمل علي مزهر باتجاه السله. خطا لمصلحه المزهر. 25 ثانية متبقية على نهاية الكوارتر الأول، دائما التقدم لمصلحة بيروت بفارق 6 نقاط. هيدا علي مزهر بمحاولة الاختراق على أحمد تريمش اللي كان ترك مكانه على أرض الملعب لمحمد إلهي رقم 6. محمد إلهي إذا عم يدخل إلى أرض الملعب من برا لعلي مزهر، كانت الطابة مروان زيادة أيضا عم يسجل حضوره مكانه لباتريك بوعبود بالوقت يلي الفاست بريك سريع مع أنتوني جريدي. عم يروح أنتوني جريدي لكنه عم يسجل، غريب كتير، غريب كتير اللي صار مع أنتوني جريدي. يعني ما في أي تفسير للي صار مع أنتوني جريدي تحت السلة، كان رايح للإيزي لاي أب، كان رايح للدنك لكن ما قدر يسجل، غريب فعلا يلي صار معه. على كل حال ترانزيشن ديفاز عم تكون ممتازة جدا من قبل لاعبي بيروت، عم يقدروا يكونوا مزعجين جدا عندما عم يعملوا الفاست بريك. النجم الراتسي التونسي محاولة على الفري ثرو لاين لنعيم ضيف الله ما عم ينجح فيها. التقدم دائما بفرق 6 نقاط لمصلحة بيروت. نعيم ضيف الله هالمرة بينجح بمحاولته، هيدي نقطته الرابعة لنعيم. باتريك بوعبود، باتريك باتريك عم بيسلم علي مزهر، ما بيقدر يسجل علي مزهر. صعبة كتير كانت يا علي، صعبة كتير كانت تحت السلة على علي مزهر، لكن شوفوا ترازيش ديفنس يلي كان عم يعمل وقت يلي أنتوني جريدي. ما معقول يلي عمله أنتوني جريدي، ما معقول يلي عمله أنتوني جريدي بالثلاثية على البازر، عم يخلي الفارق يكون سلة 21-19. عم ينتهي الكوارتر الأول مشاهدينا لمصلحة بيروت، كوارتر أول حلو فيه يقول، البازر يلي سجل أنتوني جريدي بطريقة رائعة جدا، عم يعمل رصيده 7 نقاط بهالمباراة أنتوني جريدي بثلاثيته الأولى، أخذ الشوطة بالثواني الأخيرة ونجح بالتسجيل وخلى الفريق يكون فقط سلة واحدة. عم يرجع يعمل الكامباك النجم الراتسي بشكل سريع، عم يعرف أي متى يرجع للمباراة. صدقوني فريق منه هين أبدا، قدر يفوز على الاتحاد المنستيري بنهائي الكأس وبنهائي البطولة بتونس، بطولة رقم 13 مثل ما ذكرت، اللقب رقم 13 لكن لقب دوري دبي بدهم يسمحوا لنا فيها. الفرق اللبنانية دائما حاضرة ودائما جاهزة لتكون عم تنافس على لقب دوري دبي، نهائي لبناني 100%. العام الماضي الرياضي كان عم يفوز على بيروت، لكن بيروت بالتأكيد عنده القدرة إنه يكون موجود مرة جديدة بالنهائي. فرق كثير قوية عم تتنافس بهالبطولة. قبل هالمباراة كان الاتحاد السكندري وسلا المغربي عم يتواجهوا، ما بقدر خبركم ملا مباراة اوفر تايم باللحظات الأخيرة فرض فريق سلا، ومن بعدها بالاوفر تايم وعلى البازر قدر يسجل من برات الارك وقدر يربح المباراة بفارق نقطة واحدة 88-87. أكيد بكرة مباراة رح تكون منتظرة بين الرياضي والاتحاد السكندري، مباراة عاطفية جدا رح تكون لإسماعيل أحمد نجم فريق الرياضي اللي كان عاد إلى فريق الأم بعد توقف البطولات الرياضية بلبنان بسبب الأحداث، وبالتالي بكرة فرصة التعويض أمام الاتحاد السكندري بالمواجهة مع الرياضي. الرياضي أكيد أيضا بتهمه المواجهة ليحقق انتصاره الثاني بدوري دبي. أكيد العين على الرياضي، العين على سلا، العين على الاتحاد السكندري، العين على النجم الراتسي وعلى بيروت، ومن دون شك مايت سبورتس الفلبيني، الفريق دائما الموجود ليصعب الأمور على الجميع. يلي بيعرف دوري دبي بيعرف حضور مايت سبورتس مع نجومه المحليين والأجانب.